أحبائي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب إذا مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي. إذا أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة جديدة، لدينا حصة أنشطة الاستثمار الصفحة 49. جيد، قبل ما نبداو الحصة ديالنا ما تنساوش اللي مشتركش عندي اشترك، وكذلك أيضا خليو ليا جيم لهذا الفيديو هذا. على بركة الله غادي نبداو الحصة ديال اليوم. جيد، إذا ألاحظ وأكتشف. لدينا هنا أدخل القسمة، أدخل القسمة يعني باقي كندخل القسم. أنا أدخل القسمة، أنا أدخل القسمة. إذا الآن كنهضر على دابا، الآن أنا أدخل القسمة بمعنى الآن دابا. مثلا تكتب سناء يعني الآن، مثلا أنا الآن مثلا أنجز معكم الدرس، أنا أنجز الآن دابا كتشوفوني أنجز الدرس. أو أتكلم معكم، أنا أتكلم، أنا أتكلم معكم، أنا أشرح لكم يعني دابا الآن. ياك جيد، إذا أدخل القسمة بمعنى الآن، تكتب سناء بمعنى الآن، هي الآن تكتب. إذا قبل الآن يعني في واحد شوية قبل دابا، دخلت القسمة، أنا دخلت القسمة، صافي دخلت يعني دخلت وجلست. كتبت سناء يعني صافي كتبات وسالت، ماشي تكتب يعني باقي كتكتب، صافي كتبات يعني كتبت، صافي سالت كتبت يعني قبل الآن. كتبت سناء، إذا الآن هو كنسميوه في القواعد اللغة العربية دي المضارع. عقلوا عليه، الآن كنسميوه المضارع. مثلا أدخل هذا فعل مضارع، علاش؟ لأنه حدث الآن، لأنه حدث الآن أو وقع الآن. تكتب فعل مضارع لأنها تكتب الآن، الآن هو مضارع، الآن المقابل ديالو هو المضارع. قبل الآن كنسميوه الماضي، شي حاجة فاتت مضت. دخلت هنا فعل ماضي، صافي مضى يعني دخلت، صافي وساليت دخلت يعني مضى دخلت. كتبت سناء يعني ماضي تهوى، كتبات صافي سالات يعني داكشي كان في الماضي. كتبت سناء. جيد، اذا ألون باللون الاحمر الافعال التي حدثت قبل الان. شنو هو قبل الان؟ شنو قلنا عليه؟ قبل الان يعني شويه قبل دابا، يعني فات داك الوقت اللي هو الماضي، شي حاجه مضت. وبالاخضر الافعال التي تقع الان يعني دابا. المضارع، المضارع هو الان، الماضي هو قبل الان. سمعت اعلانا، سمعت يعني صافي سمعت وساليت، ماشي اسمع يعني الا قلت اسمع يعني باقا كنسمع، ولكن سمعت صافي راه سمعت صافي وساليت داك الصوت صافي مشى. جيد، اذا سمعت هنا الماضي، سمعت إعلانا. ترسم مريم، ترسم هنا فعل مضارع يعني باقي الآن، الآن ترسم قلنا رسمت، قلنا ترسم يعني الآن. اجتمع، اجتمع يعني في الماضي يعني قبل الآن. إلا بغينا نقولو دابا غنقولو يجتمع. علق بمعنى ماضي تهو قبل الآن. إذا بغينا نحوله للحاضر أو الآن غنقولو يعلق، يعلق. ياك جيد، إذا قلنا غنلونوهم بالأحمر وماذا هو الأخضر. جيد، نبدا الشكل غادي نلونو ترسمو باللون الأخضر لأنه وقع في ماذا؟ في المضارع أو الآن. أما الباقي ديال الأفعال فغادي نلونها باللون الأحمر لأنها وقعت في زمن قبل الآن اللي هو الماضي. نبدأ بالشكل هذا، ثم علق، ثم اجتمع، هذا الشكل. جيد، نشوفوا الآن التمرين الموالي ماذا يقول. ولاحظوا أكتشف، لدينا هنا يرسم الأطفال رسوما على السلل، يرمي التلاميذ النفايات في السلل. يرسم الأطفال رسوما على السلل، يرمي
الأطفال النفايات في السلل. لاحظوا معي، يرسم هنا هل فعل ماضي أو مضارع؟ وش فعل وقع الآن أو قبل الآن؟ يرسم يعني يقع الآن، إذن هذا فعل مضارع. يرمي كذلك فعل مضارع يعني يقع الآن، فعل وقع الآن. السؤال الثاني، أقرأ الجملة وأملأ الجدول كما في المثال. دخل التلاميذ إلى المدرسة. طلبت منا المعلمة الشروع في العمل. تقترح مريم كتابة إعلان. إذن ماذا فعل؟ فعل. من فعل الفعل؟ إذا شكون ولد الفعل؟ هنا دخل ولد الفعل، فعل الدخول. وشكون شكون دار هذا الفعل ديال الدخول؟ الفاعل هما التلاميذ. إذا هنا طلبت من المعلمة، طلبت هو الفعل، نديرو كلمة طلبت. طلبت، طلبت، جيد. من طلب منا؟ المعلمة هي الفاعل، هي التي طلبت منا، معلمة. جيد. تقترح مريم كتابة إعلان. الفعل شنو هو؟ تقترح، تقترح. وشكون اقترح علينا هذا الفعل؟ هذا مريم هي الفاعل، مريم. جيد. إذن طلبت فعل، المعلمة فاعل. تقترح فعل، المعلمة فاعل. إذا جيد. إذا نحب أي سغربة تكون سليمة. الحصة ديال اليوم نتلقى إن شاء الله في الحصة المجيدة في رعاية الله، وإلى اللقاء.